مرحبا، أنا بيير الحشيش. تفاجأت بهاليومين بصور على مواقع التواصل الاجتماعي البطلة اللبنانية اللي عم تمثل لبنان بالألعاب الأولمبية الشتوية جاكي شمعون، والصور مبينة فيهم جاكي شبه عارية. وبهالخصوص أنا حبيت أحكي كلمة اليوم. هالكلمتي بوجهها أول شي لجاكي، وبقول لك جاكي، أنت يمكن بتعتبري حالك إنه أنت عندك الحرية تعمل بدك إياه وعندك حريتك الشخصية، بس أنا بحب أقول لك إنه لا، انت منك انسانه عاديه، انت بتمثلي لبنان، انت بطله لبنان، يعني انت عم تمثلي كل مجتمعك. انت اليوم حريتك ما ملكك لحالك. كلمة الثانية بوجهها للاستاذ جون همام على موقفه الصلب اللي اخذه، الموقف الشجاع صراحه، لانه حدا غيرك استاذ جون يمكن كان يتردد ياخذ هيك موقف، لانه بيعرف انه حيلاقي مثلا عدم تجاوب من الراي العام. وانا بهنيك يا استاذ جون على الموقف، لانك انت صراحه حافظت لنا على كرامتنا وعلى مجتمعنا المحافظ، وبحط ايدي على ايدك وبطلب منك انك ما تتمادى ابدا ولا تتساهل بالقرار اللي رح تاخذه اللجنه الاولمبيه بحق جاكي. هذا كل شيء بدي اقوله، شكرا.